من آثار المال الحرام في الدنيا، سواء كان هذا المال أخذته عنوة وظلما أو أكلا لأموال الناس بالباطل أو أخذته بطريق فيه حرمة، فاعرف هذه الآثار حتى ترتب نفسك عليها، يعني عاجلا أو آجلا. من آثار المال الحرام أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول هذه الآثار عدم البركة فيه، عدم البركة فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضر حلو، يعني محبب إلى النفس، زين للناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة، وتحبون المال حبا جما. إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، يعني أخذه من حلاله وأخذه بدون طمع بورك له فيه. ومن أخذه بشرف نفس، يعني بطمع وشراهة وفي نفس الوقت من الحلال ولا من الحرام، هذا الأمر كما قلت لا يعني كثير من الناس. ومن أخذه بشرف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، مهما أكل مهما أخذ من المال مهما أخذ من المال هو لا يشبع، مهما كانت عنده عقارات مشاريع أراضي مش عارف إيه، وهو لا يشبع، هو خلاص تعود على الإيه، تعود على أخذ المال سواء من حله أو من حرام. فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يقول ربنا سبحانه وتعالى يمحق الله الربا، يعني أي مال فيه حرمة يمحقه الله سبحانه وتعالى، يعني خلاص يمحق الله هذا المال ويمحق صاحبه. يعني عملية المحق أو محق البركة ممكن ما تكونش في المال فقط، ممكن تكون في المال، في سيارة، في أولاد، في صحة، في 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 عدم راحة الإنسان نفسيا أو روحيا، يعني حتى عملية الراحة النفسية غير موجودة، هو لا يعيش الحياة الطيبة. وكثير نرى أناس عندهم أموال كثيرة لكنهم يعيشون معيشة ضنك، وأنتم تعلمونهم، لأن الله سبحانه وتعالى وضح هذا للأمر. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. حتى في حديث رواه الإمام البخاري يقول في النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. شاهدوا في الحديث وقول النبي محقت بركة بيعهما، يعني حتى الإنسان لما يحب يبيع شيء أو يشتري شيء لابد أن يبين السلبيات في هذا الأمر قبل إيجابياته، ولابد أن يبين العيوب قبل المميزات. فرضا هتبيع تليفون، هتبيع سيارة، هتبيع أي شيء، لازم تعرف الزبون أو تعرف العميل اللي أنت هتبيع له ما هي مشكلات هذا الأمر، أو ما هي عيوبه، أو ما هي سلبياته. إن كتمت وكذبت محقت بركة البيع، وقس على هذا الأمر بقية المعاملات في حياتك. الأمر الثاني هو عدم إجابة دعائك لو أكلت مالا حرام. وما تسمحش كلمة عدم إجابة الدعاء كده وتطنش، لأن الموضوع مهم. يعني ما أنت هتقول يعني عدم إجابة الدعاء، ما هو يعني ما أنا أدعو الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب لي؟ حبيب الفاضل، الحياة ليس فيها أي نوع من الضمانات، قد تمسي صحيحا وتصبح مريضة، قد تصبح في العمل وتمسي بدون عمل، قد تمسي غنية وتصبح فقيرة، ما فيش أي نوع من الضمانات في الحياة. ومصارع السوء كثيرة، يعني وخاصة في هذا الوقت اللي فيه فيروسات وأمراض وبلاوي، يعني ممكن في أي لحظة من اللحظات تجد نفسك بعدما كنت في عليين تجد نفسك في أسفل سافلين. فإلى من تلتجي في هذه الحالة؟ إلى من تلتجي؟ هتقول يا رب وأنت مطعمك من حرام ومشربك من حرام وملبسك من حرام وتغذي نفسك وأولادك من حرام، فأنا يستجاب له كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما تسمعش كلمة عدم إجابة الدعاء وتقول لا ده الموضوع سهل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إن بما تعملون عليم، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا، يعني كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان؟ فأنا، يعني استبعاد، فأنا يستجاب له. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في المقابل عن الذي ظلمته أو أكلت ماله بالباطل أن دعوته مستجابة، حتى ولو كان فاجرا، حتى ولو كان غير مسلم،
حتى ولو لم يكن على ديانة الإسلام. أو الأثر الثالث لأكل المال الحرام أن دعوة من أكلت ماله وظلمته مجابة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم. اتق دعوة المظلوم، هل جنب كلمة المظلوم كده اتق دعوة المظلوم المسلم أو اتق دعوة المظلوم المؤمن؟ لا، ملاش علاقة، ده إنسان وإنت إنسان، كفره أو أصلاً عدم إسلامه مش أنت اللي هتحاسبه عليه، ده ربنا سبحانه وتعالى ولا هتحاسبه عليه. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أضف إلى هذا أن حديث آخر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الإمام أحمد في المسند بسند حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة وإن كان فاجرا. وإن كان فاجرا يعني حتى ولو كان عاصيا فاسقا غير مسلم، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. فجور ده النفس، الله سبحانه وتعالى والذي يحاسبه عليه يوم القيامة. إنما أنت كمسلم، أنت كمؤمن صادق، المفروض يعني كمؤمن صادق تتقي أن تدخل معه في شبهة أو أن تظلمه بأن تأكل ماله بحجة مثلا بعض الناس ربما تسول له نفسه في هذا الأمر، أو ربما يستمع إلى فيديوهات غريبة كده ما لا أدري من أين يأتون بمصدرها، يقول لك لا ده غير مسلم فمش عارف يجوز فيه كذا أو كذا، أو يجوز أن نتعامل معه بكذا أو كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كلامه واضح: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فالمظلوم حينما يدعو عليك وعين الله سبحانه وتعالى لا تنام، أنت نائم في فراشك لكن هناك إنسان مظلوم ظلمته في أي أمر من الأمور يدعو عليك وعين الله لم تنم. الأثر الرابع أن الله يمهل ولا يهمل. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى أخرك، ربما أخرك الله سبحانه وتعالى لكي تتوب ترد المظالم إلى أهلها، لكن الله سبحانه وتعالى لا يهمل هذه الأمور. قال صلى الله عليه وآله وسلم في رواه الإمام البخاري: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. خلاص يبقى الحساب بقى إيه؟ حساب عسير. قال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الأمر الخامس: عدم قبول الطاعات والعبادات المتعلقة بأي مال حرام، سواء تصدقت به لن يقبل الله سبحانه وتعالى الصدقة منه، سواء اعتمرت به لن يقبل الله سبحانه وتعالى، سواء حلشت به لن يقبل الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس والله العظيم يأكلون حقوق أخواتهم البنات، وربما تجدهم يعني عام تلو العام يدورون حول الكعبة. تضحك على من؟ أنت حينما تقول لبيك اللهم لبيك يقال لك لا لبيك ولا سعديك. ارجع يا حبيبي، حجك مردود عليك. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى لا يقبل أمثال هذه الطاعات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كسب مالا حراما فأعتق منه ووصل رحمه كان ذلك إصرا عليه. يعني ده برضو سيئات على ما تفكرش أنك أنت كده، كان ذلك إصرا عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأثر السادس هو الشح. يعني ايه الشح؟ الشح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. شح هو أن الإنسان يكون حريص على جمع المال سواء من الحلال أم من الحرام، فبالتالي لا يعني هذا الأمر هو من الممكن أن يستحل في سبيله أي شيء. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح. الإنسان بطبيعته من حبه للمال أو من حبه الشديد للمال يريد أن يكتسب المال من هنا ومن هنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح، ابتعدوا عنه، لأن من يوق شح نفسه فأولئك هم الإيه؟ المفلحون، كما بيّن الله سبحانه وتعالى. فالشح هو الحرص والجشع الذي يحمل صاحبه على جمع المال من حله أو من غير حله. ولذلك المسلم الصادق يتربى على هذا الأمر، إن هو يتقي شح نفسه، إنما اللي هو يعني لا يفرق لا بين الحلال والحرام
فنفسه حملت على هذا وحضرت الأنفس الايه الشح كما قال الله عز وجل. دي آثار المال الحرام في الدنيا.